تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في إعداد هذه الحلقة، الزميلة نور نزال، وفي التنسيق أحمد سلامة، وفي الإخراج أيمن سرحين. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي. حلقة مميزة لدينا اليوم، بما أن يعني هنالك الكثير من الفقرات الممتعة حقيقة في حلقة اليوم. نتحدث عن الكثير من الأمور، وأيضا عندنا إن شاء الله بتكون شخصية إماراتية جميلة فريدة من نوعها، عندها تجربة رائعة جدا. هذه التجربة بنستعرضها إن شاء الله مو بالحين، بعد الفاصل بيكون معانا في الجزء الثاني من البرنامج. منو هذا الشخص؟ شو تجربته؟ أكيد راح تستفيدون من هذه التجربة، فبرنامجنا مليء بالفقرات الجميلة. أيضا قبل ما ندخل معاكم فقرة التغذية بتكون معانا إن شاء الله الأخت هنادي حسني الغبيش، بتكلمنا عن فوائد الشاي الأخضر. أو شي، صباحك الله بالخير أستاذة هنادي. صباح الخير أخ محمود، يعطيك العافية. يا هلا، تسمحي لي أقرأ الدراسة وأنت معانا على الخط على السريع؟ طبعا. لأن دراسة جميلة اليوم عندنا، يقول لك لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم. يعاني الكثيرون خلال فصل الشتاء من أعراض البرد والتهاب الحلق وانسداد الأنف، بينما يعيش بعض الناس المحظوظين في راحة تامة خالية من هذه المعاناة، فما هو سرهم؟ بهذا الصدد وجدت دراسة استمرت 24 سنة أجرتها جامعة هارفارد ونشرت نتائجها الأسبوع الماضي، أن التوائم يعانون في الغالب من أمراض متماثلة، ما يشير إلى أن 40% من الأمراض الـ DNA يعني الحمض النووي النووي موجودة عندهم. خبير أمراض الجهاز التنفسي البروفيسور رون أكليس اللي يعمل في جامعة كارديف يقول أنه مقتنع بأن الوراثة هي السبب في إصابة بعض الناس بفيروس البرد، وأضاف موضحا نولد بجهاز مناعة فريد مثل البصمة، إن من لا يعانون من نزلات البرد ربما يكونون مصابين بالفيروس، ولكن نظامهم المناعي يقتله حتى لا تظهر الأعراض. وتستهدف الفيروسات البرد الشائعة بطانة الأنف، الحنجرة في المقام الأول، وكذلك الجيوب الأنفية. عندنا الدكتورة جينا ماكيوشي من جامعة ساسكس تقول هنالك أكثر من 160 نوع مختلف من إصابات البرد، مع وجود أنواع جديدة تظهر على مدار الوقت، لذلك من المنطقي تماما أن يصاب الشخص العادي بإحدى نزلات البرد في السنة الواحدة، وعندما يدخل الفيروس مجرى الهواء فإن الجهاز التنفسي الدقيق يتعرض للهجوم، ما يؤدي إلى انسداد الأنف والعطس والسعال والتهاب الحلق. توافق الدكتورة ماكيوشي على أن هنالك أشخاص لأسباب جينية قادرين على مقاومة نزلات البرد بصورة أفضل من غيرهم، ولكن هل بوسعنا فعل الشيء نفسه لحماية أنفسنا؟ الجواب هو نعم، ويجب أن يكون الهدف الأول في هو الحصول على قسط كاف من الراحة. جينا تستطرد وتوضح لنا، تقول يعتمد نظامنا المناعي على النوم لإنتاج عدد خلايا المناعية السليمة والتخلص من القديمة التي قد تكون غير فعالة، كما تحذر من أن المدخنين يعملون على زيادة عوامل الخطر. وأستاذ علم المناعة بروفيسور دانيال ديفيز مؤلف بجامعة مانشستر يقول أن القلق يؤثر على مجموعة المناعة على المدى الطويل، ما يضعف قدرته على محاربة فيروس البرد. هذه دراستنا اليوم، فيها العديد من النقاط، يعني جمعنا فيها العديد من يعني العلماء
ومن مختلف الجامعات والمدارس، وأجمعوا على أن الفيروس مقاومة الفيروس قد تكون جينية، ولكن هنالك النوم يعطينا قدر أكبر، الابتعاد عن التدخين قدر أكبر من المناعة، وأيضا القلق. الواحد دوم شي يعيش في قلق ووساوس، هذه ممكن تؤثر كذلك على نزلات البرد وكيف نقدر نقاومها. طبعا يقولون الشاي الأخضر زين حق الزكام والبرد، شو رأيك يا هنادي؟ صح في منه الكلام، وهو كمان غير على أنه بيأثر على نزلات البرد بيفيدهم، كمان هو بيقوي جهاز المناعة. في كتير دراسات بتقول أنه الشاي الأخضر بيقوي جهاز المناعة وبيحمي من نزلات البرد، وإله فوائد عديدة. بس خلينا نتدرج في موضوعنا اللي هو الشاي الأخضر من ثاني أكثر المشروبات استهلاكاً بعد الماء، وتقريباً 78% من الشاي المستهلك هو من الشاي الأحمر، 20% من الشاي المستهلك هو من الشاي الأخضر. هلأ الشاي أنواع، مثل ما قلنا الشاي الأحمر والشاي الأخضر. كيف يعني عرفوا الشاي أحمر وأخضر؟ هذا بيعتمد على درجة الأكسدة، أكسدة الأوراق. هلأ إذا تم أكسدة أوراق الشاي الأخضر أكسدة تامة بتحول إلى شاي أحمر، هو بالأصل شاي أخضر. يعني الأوراق الفريش بدون ما تتعرض للأكسدة هو بيكون أوراق الشاي الأخضر. هلأ أوراق الشاي سواء كان الأحمر والأخضر بيحتوي على العديد من المواد الأكسدة، وكمان بيحتوي على مادة البوليفينول، وهاي المواد هي اللي أعطت الشاي قيمتها وأهميتها والفوائد ذات الأهمية الجمة. هلأ الشاي الأخضر لا يحتوي على السعرات إلا إذا تم إضافة السكر والمحليات إله، وبيحتوي على تقريبا من 20 إلى 45 ميلي جرام لكل كوب من الكافيين. يعني تقريبا مستوى الكافيين في الشاي الأخضر تقريبا من 20 إلى 45 ميلي جرام، بينما الشاي الأحمر بيحتوي على 50 ميلي جرام من الكافيين لكل كوب. هلأ القهوة بتحتوي على 95 ميلي جرام لكل كوب. هلأ بتفاوت محتوى الكافيين من الشاي الأخضر للشاي الأحمر، نسبة الكافيين في الشاي الأخضر أقل، وبالتالي ممكن يعني إحنا نستهلك كمية أكبر منه بدون أي مضاعفات. هلأ بسبب احتوائه على المادة المضادة للأكسدة والبوليفينول، مثل ما قلنا بتعطيه فوائد عدة، من أهمها تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم اللي هو LDL، والمساعدة على إنقاص الوزن. طبعا كيف ممكن ينقص الوزن؟ هو ليس مشروب سحري، ولكن هو يعتبر عامل مساعد في إنقاص الوزن، بيرفع هو معدل الهدم والبناء في الجسم، بالتالي يساعد في إنقاص الوزن. هلأ وبيساعد كمان على تنظيم حركة الأمعاء وبقي من الإمساك، ومثل ما قلنا بيزيد من كفاءة وعمل اللي هو الجهاز المناعي، وبيحمي من نزلات البرد والزكام. وأيضا في كتير دراسات بتقول إنه هو بيكافح الأورام السرطانية بحيث يمنع نمو الأوعية الدموية اللي بتغذي هاي الأورام، وبقي كمان من الزهايمر. هلأ في كتير دراسات يعني بتأكد هاي الأمور، ولكن أتوقع إنه إحنا بحاجة لا كمان دراسات أقوى يعني في هذا الموضوع. كيف؟ جميل. هلأ نتكلم كمان على الكميات اللي ممكن الإنسان يتناولها وتكون آمنة إله. هلأ ممكن نتناول لحد من 3 كاسات إلى 5 كاسات يومياً من الشاي الأخضر، وهاي بتكون آمنة للإنسان وبتزوده من المادة الفاعلة اللي هو ضمن احتياجاته اللي هي البوليفينول، حتى يأخذ الفائدة المستفادة من الشاي الأخضر، وكمان ما بتعدى يعني نسبة الكافيين اللي هو النسبة العالية اللي بتؤدي إلى اضطرابات. هلأ المرأة الحامل ممكن تتناول هي من 1 إلى 2 كوب من الشاي الأخضر في اليوم. لا في بعض الأشياء يعني بعض الأشخاص اللي ننصحهم ما يتناولوا الشاي الأخضر بكميات، لهم اللي بيعانوا من اضطراب في ضربات القلب، اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، لأنه زي ما قلنا فيه نسبة كافيين، بالتالي قد يؤدي إلى أثار سلبية على هؤلاء الأشخاص، وكمان الأشخاص اللي بيعانوا من هشاشة العظام، من فقر الدم، كمان ننصحهم إنه التقليل من تناول الشاي الأخضر، ممكن يتناولوا 1 كوب فقط في اليوم. جميل.
هلا ممكن إذا هم أفرطوا في تناول الشاي الأخضر مثلا أكثر عن 5 أكواب في اليوم، بالتالي بتزيد استهلاكهم من الكافيين، قد يصابوا بالصداع، التوتر والاضطراب، اضطراب في ضربات القلب، وكمان اضطرابات في المعدة. طيب أنا عندي، ثانيا نقول، تفضلي، تفضل أخ محمود. أنا عندي سؤال، اللي الشائع عند الناس، شو الأحسن، الشاي الأحمر ولا الأخضر؟ هلا شو أفضل الأفضل أنواع الشاي؟ من ناحية صحية هو الشاي الأخضر مثل ما قلنا، لأنه هو شاي طازج، أوراقه طازجة، بالتالي بيحتوي على المضادات للأكسدة بكمية أكبر، بيحتوي على مادة البوليفينول اللي هي بتفيد زي ما قلنا بكل الأشياء اللي هي تقي من الزهايمر، تقوي جهاز المناعة، تقي من السرطانات. أيمن يقول لي الشاي الشاي الأحمر، الأبيض. الشاي الأبيض، إيه، في شاي أبيض؟ الشاي الأبيض، ما بعرف، ما عندي علم. الشاي أنا الأبيض ما هلأ شربته ممكن بعد، أنواع الشاي شربت قهوة مثلا، بيضة. لا شاي هلأ في شاي ممكن أنواع، هلأ في عندنا كمان شاي لونه على اصفرار، في شاي أخضر اللي هو شاي الماتشا، في إذا أنواع، لاحظتوا هو لونه أخضر. هي في أنواع يحطوا لك فيها فروت بعد معاهم أو أيوة فواكه، هذه منكهات، هي فهلأ هذه ال... اللون، لون الشاي بيفرق. مهم. هلأ كل الشاي زي ما قلنا، الشاي الأخضر قبل ما يتأكسد بيكون أخضر، لكن بعد ما يتأكسد في بيصير أحمر. شاي هلأ أنا إلي الياسمين بعد، سؤال، الياسمين وشاي كذا. الياسمين. اي هلأ أنا حسأل أسألك أخ محمود سؤال، تفضلي. هلأ ليه سموا الشاي الأحمر الشاي الإنجليزي؟ انجلش بريكفاست. أيوة انزين، ليش سموه؟ ما ادري، لان هم كانوا ليه اصلا، سموا؟ هم اللي، انا بقول لك شغله، البلدان اللي في شرق اسيا ما كانت عندهم اصلا شجره الشاي، هم الانجليز هم أيوة اللي جابوها أيوة على فكره يعني. بس ما ادري هل لها علاقه باجابه على سؤالك، ما ادري. هلا وقت احتلال الإنجليز للهند كان تقريبا يزرعوا كميات كبيرة من الشاي الأخضر. هلا الإنجليز كانوا يحملوا هذا الشاي الأخضر على السفن بالأجواء الرطبة والباردة، تعرض الشاي الأخضر أوراقه للأكسدة فتحول للشاي الأحمر، اوكي، نسبوه للشاي الإنجليزي قريب يعني، اللي هو كنت يعني أيوة نفس قريب اللي من اللي جاء. جوابك. نحن هنادي، قريب، موضوع جميل أتفضل جدا، أخي. موضوع جدا جميل. منكمل على فوائد الشاي ان شاء الله في حلقات إن شاء قادمة. الله، شاكرين لك هذه الفقرة الجميلة والتوعوية، استاذة هنادي حسني الغربيش، حياك الله أخ اخصائية محمود، التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. طيب نحن نطلع فاصل، قبل الفاصل هني بس بقرا هذه الرساله، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عندي مشكله واتمنى تساعدوني، عندي ولدي متوحد ومتخلف عقليا وصرع باستمرار في حال عدم توفر الادويه، ومشكلتي في الادويه، انا مستشفى راشد يصرفوا لي الحبوب ويطلبون مني طحنها، بالرغم ان في السابق كانوا يصرفون نفس الدواء لكن شراب. للعلم ان ابني ليس لديه القدره على بلع الحبوب، ونوعيه الدواء ان الجرعات تختلف من الشراب للحبوب، وهي كلها ادويه الصرع، ارجو منكم مساعدتي والتواصل مع المستشفى. نحن بنشوف الموضوع، انا قريت رسالتك احمد، حول الموضوع على المعنيين عندنا في هيئه الصحه على طول، حول الموضوع وبنشوف، وان شاء الله خلاص تم تحويله، يقول لي احمد. شاكرين لكم. عموما نطلع فاصل، بعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا أرقام التواصل معنا 600-551-414، أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. فقرتنا القادمة هي يعني تحمل العديد من المعاني والعديد من الأمور اللي قد تكون تنقصنا نحن في حياتنا. هنالك بعض الناس موجودين في حياتنا، موجودين حوالينا، يحملون معاهم معاني الأمل، معاني الشجاعة والإلهام. قصتنا القادمة لنموذج لشاب إماراتي رائع جدا، كان على وشك التعرض لأزمة صحية، كان وزنه 126 جرام، كانت عنده يعني بوادر لأمراض السكري، كوليسترول وغيرها من الأمراض اللي ممكن تشكل عبء على استمراريته في حياته بشكل طبيعي، ولكن شاب متفوق في كل الأمور،
متفوق في حياته العملية الآن، ومتفوق حتى في حياته الصحية. ما أبغي أقولكم شو هي تجربته، بخليه هو اللي خبرنا تجربته على بلسانه يعني. معايا عبر الهاتف الدكتور خالد جمال سند السويدي، المدير التنفيذي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأيضا يعني رياضي ماراثوني، سوى أشياء يمكن إذا أقولكم عنها ما تصدقونها. تخيلوا واحد يركض من الفجيرة لأبوظبي في 3 أيام من غير ما يوقف، هذا حد ممكن يستوعب هذا الشيء؟ ها دكتور؟ السلام عليكم ورحمة الله. كيف السلام ورحمة الله. مشكور على الاستضافة، وصراحة كل حد يروم يجري من الفجيرة لأبوظبي، بس لازم يكون عنده عزيمة وإرادة ويعرف السبب، شو السبب إنه بيجري من الفجيرة لأبوظبي. أنا السبب مالي كان بغيت أني أجري لمساعدة مرضى سرطان في دولة الإمارات، والحمد لله يعني قدرت أني أكمل المشوار، وبس كنا نقدر نجري من الفجيرة لأبوظبي. ليش اخترت هذا الموضوع دكتور؟ الموضوع الألترا ماراثون الله يسلمك، بغيت أنا في 2000 وآخر 2017 بغيت أطلع شوي من منطقة الصحة والراحة وعاني، وأنا كنت أكره الجري. فجت لي فكرة أن لو قدرت أجري بتعلم أشياء كثيرة عن نفسي عن طريق المعاناة، وكانت فكرة أني أحاول أطلع الإمارات بدون توقف لمساعدة مرضى السرطان في الدولة. ويعني فكرة كانت أول شيء صعبة وفيها تحمل، والتمرين كان تمرين عقلي، يعني دخلت في مواضيع مع نفسي، يعني لازم يجلس وياك 4 ساعات عشان أكلمك عن الموضوع. صحيح. إن الواحد لما يجري فوق ال يعني 100 كيلو أو 200 كيلو في أوقات صعبة، ويعني ونفس الشيء في الحياة، يعني في عندنا مواقف صعبة في الحياة، وعندنا two choices، يا نحارب الدوافع هاي أو نكون مهزومين. فالحمد لله يعني قدرت وصرت رياضي، يعني في عمر أنا أقول عمر كبير، في عمر 34 سنة، والحمد لله من يومها الحين عندي مبادرات جاية إن شاء الله. مثل ما تعرف تاريخ 1 فبراير إن شاء الله بتحرك من مسجد الشيخ زايد إلى مكة جرياً في 2070 كيلو في 38 يوم. 38 يوم ما شاء الله عليك، هذا تحدي كبير دكتور أنك أنت توصل في 38 يوم إلى مكة. يا أخي أنا يعني ساعات أفكر أقول يا ربي أوصل لين من 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 يعني متحف الاتحاد لين برج العرب جري، بابا يس أفكر مليون مرة دكتور. أنت ما شاء الله عليك يعني. لا بس أخوي بقول لك صراحة، شوف التجهيز حق في كل شيء في الحياة، يوم أنت تكون جاهز ويعني وقدرت أنك تعمل preparation حق أي شيء في الحياة، الأمور راح تكون سهلة وطيبة. بس الواحد لازم يعني يطلع خارج المنطقة هاي اللي يسميها الصحة والراحة ويعاني. صحيح. لأنه يعني تعلمت أنا أشياء كثيرة عن نفسي، يعني الحمد لله أكاديمي وعندي دكتوراه، بس مثل ما أخبر الوايدين أقول لهم أنا في يوم جريت من الفجيرة لأبوظبي تعلمت أشياء في 3 أيام هاي أكثر من 15 سنة دراسة. سبحان الله. عن نفسي. سبحان عن الله. نفسي أنا يعني والحياة تتغير، يعني أشياء اللي أنا أعتقد أنها هي صعبة في الحياة طلعت سهلة. الواحد لازم يكون عنده تحكم في العقل ويعرف كيف يواجه المشاكل. صحيح. ومثل ما قلت لك الجري مسافات طويلة بتواجه 1000 مشكلة يعني، وما تعرف متى المشاكل جاية، فلازم تكون جاهز. صحيح دكتور. أنا يعني ملاحظ عليك أنك أنت حتى ما تقدر تجلس في مكان وايد، يعني دائما إلا بتمشي وبتتحرك بتروح بترد. أنا الحين أتمشي ما دكتور. أنا اللي بغي حين يعني أشارك المستمعين في عملية نمط حياتك اليومي، شو اللي تسوي شو اللي ما تسوي، لأن من 126 جرام حين كم وزنك دكتور؟ اليوم الصبح الله يسلمك وزني 72 كيلو.
اليوم الصبح. هذا اي نعم. مثل الوليد لا بطلال، لا لا سألوه لا كم لا رصيدك في البنك، قال لين هاي اللحظة. لا بس اقول لك ليش، لان الحين باقي لي 8 ايام عشان اتحرك، والجري مثل ما قلت لك 2070 كيلو، كل يوم بقطع ان شاء الله 60 كيلو، فالوزن مهم، يعني ما صحيح. بكون يعني تحت ال 72 او فوق، فلازم اشيك الوزن يعني يمكن مرتين او ثلاث مرات في اليوم. ممتاز. دكتور، نمط حياتك اليومي، انا ابغى اعرف الحين شو اللي تسويه، لان انا اعرف حتى اكلك مختلف، وانت يعني في الكثير من الامور، ودائما في برنامجنا نحن نقول بيت الداء هي المعدة. انت تركز نعم. على مسألة النظام الغذائي دائما. نعم طبعا، يعني انا عندي الاكل هو 80% من صحتنا، يعني نحن نعتمد على الاكل، والواحد لازم يعرف ان الاكل الصحي يعني ما في يعني اكل طيب، يعني مو بان يقولون ان الاكل طعمه مو ما عنده بحلو. فليفر او تيست، لا ايه لا لا، هذا المساله يعني غلط. بس انا الحين رايح اكستريم في الموضوع، لان مثل ما قلت لك قاعد اسعد للجري 2070 كيلو، ف يعني مثلا اقول لك اليوم الصبح أنا الساعة 3 صباحا أسير الجيم، بعدين أصلي الفجر، بعدين أتحرك صراحة 30 اليوم 30 كيلو جريت، وتوني مخلص الجري، والحين أتكلم وياك بمشي يمكن 15 كيلو إن شاء الله. فالموضوع إنه لازم نتحرك، بس مسألة الأكل الله يسلمك، أنا الحين وقفت أكل الدجاج واللحم فوق سنتين، لأن حق الجري اللحم يجلس في المعدة 48 ساعة، والدجاج يمكن حوالي 30 ساعة، فأنت تجري مسافات طويلة ما تبغى يكون عندك يعني أشياء تجلس في الدايجستيف سيستم وقت طويل، صحيح، ف تبغى أشياء تحرقها. طبعا فأنا الله يسلمك أكل يمكن 4 كيلو جرام فواكه في اليوم، 4 كيلو جرام فواكه في اليوم، ما شاء الله عليك دكتور. ويمكن 6 كيلو جرام خضار في اليوم، ومن بين الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 العصر بس أكل فواكه، ما أكل شيء ثاني. أنا أبغيك تشوف يعني ويوه اللي وياي في الاستوديو دكتور، لا من بس أقول لك المخرج، من المنسقين، لا ما أدري، كلهم وقفوا وقاموا يمشون الحين. هي بس هاي كلها عن تجارب شخصية، صح. يوم أنا ما صرت عند دكتور أخصائي نيوتريشنست، ولا صرت عند كوتش، أو الواحد لازم يتعلم أشياء عن طريق السلف اكسبيرمنتيشن، مثل ما قلت لك يعني هو يختبر نفسه. دكتور، أنت ما نزلت في الوزن مرة واحدة؟ ها، لا سنتين ونص، سنتين يعني ونص قاعد تنزل في وزنك. نعم نعم، ومثل ما أقول لك الأكل هو ترى 80% من كل شيء نسوي، حتى لو تقول لي أنت الحين كيف وصلت أنت الحين نسبة الفات في جسمك 7%، بقول لك نفس الشيء، بقول لك 80% الأكل، وأنا أقول لك 80% صراحة يمكن 90% بيكون الأكل. الأكل وايد مهم، يعني حتى الماي أنا أشرب في اليوم يمكن 20 لتر ماي. جميل. في اليوم نعم، وهذا شيء وايد مهم، ترى أجسامنا 70% ماي، والعالم اللي نعيش فيها 70% ماي، يعني الواحد لازم يعرف أنه لو الواحد مو بقادر يحافظ على صحته كيف يحافظ على آخرين؟ وهذا يعني هذا أجبرني أني أنقص وزني وأحارب السكري والمشاكل اللي عندي، لأن كلنا عندنا مسؤوليات، فالواحد لو ما يكون مسؤول على نفسه كيف يكون مسؤول على الآخرين؟ صحيح. وشيء هذا وايد مهم، وايد مهم، يعني هذا اللي أعطاني العزيمة أني أقدر أني أنزل وزني 57 كيلو في سنتين ونص، يعني شخص كامل. والله دكتور، يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني اللي يشوفك يعني شاب، أولا وسيم ما شاء الله عليك، بشرتك غير عن بشرة الناس العاديين، تبغي الصدق، انزين، فت بشكل كبير، أيضا عملية أنك أنت تجري بهذه المسافات الطويلة دكتور، الواحد يعني يقعد بروحه فترة
مال ساعتين 3 ساعات في اليوم، عقب يزهق. فبالك انت جالس تركض 3 ايام والحين بتكمل في هذه الرحله اللي نتمنى لك التوفيق فيها، والله يحفظك ان شاء الله وتكملها وتوصل، وانا واثق انك انت قادر على انجاز هذه الرحله باذن الله تعالى، من ابو ظبي الى مكه المكرمه، خير بقاع الارض. دكتور، عملية أنك أنت تبغي تسوي هذه الرحلة، شو الهدف الأساسي اللي تبغيه؟ عرفنا من الفجيرة لين أبوظبي كانت بهدف يعني مرضى السرطان، وأنت عندك قصة يعني ودافع كبير لهذا العمل ضمن جمعية رحمة، أعتقد نعم اسمها رحمة صح؟ الوالد الله يحفظه دكتور جمال سند السويدي، هو كنت أنا موجود يوم أصاب في مرض السرطان في 2003، وشفت الوالد ما في يوم ما حارب المرض هذا. صحيح. والحمد لله يعني شفت الإرادة والعزيمة اللي عنده إياه، وكان يعني يشتغل الشغل اليومي وكان فايتر. فهذا الشيء يوم واحد يكون صغير ويشوف أبوه يحارب شيء مثل السرطان، هذا شيء ما أنساه. ويعني لو تسألني أنت الحين يعني من الأسباب اللي أنت كيف تقدر تجري وعندك قدم مسطح الفلات فوت، ويعني خبرة الجري هاي، في ناس يجرون المسافات هاي مثلي أنا في العالم، عندهم يمكن خبرة 10 سنين 20 سنة، أنا عندي خبرة سنة كاملة بس. ومن يوم بديت في أكتوبر 2017 لليوم جاري فوق 10500 كيلو. ما شاء الله. فيوم الواحد يشوف أبوه أو أهله يعني عنده العزيمة والإرادة أن يحارب مرض مثل السرطان، والحمد لله بفضل من الله ينجح ويعني وأموره طيبة، ما ينسى، مستحيل ينسى الموقف هذا. صحيح. ولكن الحمد لله قدرت، والجري من أبوظبي إلى مكة الله يسلمك تعزيز وتقدير العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية. ومن ما قلت حق الجميع، لو قدرت أني أجري من أبوظبي إلى أستراليا، وطبعا ما أقدر لأن في بحر، حتى هاي يعني شيء بسيط حق التقدير حق العلاقات الإمارات والسعودية، لأن علاقة قوية. كواحد يجري يعني انا الحين اكلمك يعني ابا اجري اليوم، بس ترى اني اقدر اخلص الجري هذا في مكه شيء ما يعني ان شاء الله ما بنساه طول حياتي. صحيح صحيح. نحن نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك يعني ان شاء الله رحله موفقه في هذا المجال، ونحن نكون داعمين لك من خلال برنامجنا كذلك دكتور، ومنحاول نتواصل معاك، ما ادري اذا تقدر ترد على التليفون. ليش ما تجري وياي وانا في الدوله؟ يقطع دكتور، ما اسمع. اقول لك ايش هو اللي يقطع الحين؟ لا دكتور، ترى بخبر حتى الجميع اللي يسمعون في هذا، انا الحين بكون بجري في الدوله 6 ايام لين ما اوصل حدود سعوديه. اي واحد حيا الله يجري وياي. وين المكان دكتور؟ بيكون في لايف تراكر على الويب سايت مالي khalidalsuwaidi.com. اوكي زين. واللي يبغى يجري كيلو، اللي يبغى يجري 10، حيا الله. والله دكتور فكرة جميلة، هذه دعوة، وانا ان شاء الله بحاول انضم لك خلال اقرب فرصة، إذا مش اليوم يعني، لأن باكر مسافر بعد يومين وبرجع، بس عندي أنا عندي جري من نوع ثاني، أنا عندي هايكينج دكتور، أنا أحب الهايكينج بعد صعب، مو بسهل الهايكينج ترى بعد صعب. صحيح. وأنت عندك مجال في هذا الموضوع، بس عموما دكتور الآن يعني لأن الوقت قاعد يركض عندي، بس أبغي يعني كلمة أخيرة تبغي توجهها للمستمعين قبل ما نختم معاك من خلال هذه التجربة اللي كانت عندك. ما في شيء مستحيل. شوف نحن تحت قيادة رشيدة، ويعني دولة توفرنا كل شيء، وخاصة يعني أنا الحين عندنا أماكن جميلة حق الرياضة، وعندنا أكل يعني من أحسن الأكلات في العالم. أنا ما أقول حق الواحد يتجنب من الأكل اللي غير صحي والكيكس، أقول أهم شيء اللي رسالة إن الواحد أهم شيء يحافظ على صحته، مو بشرط انه يجري 2000 كيلو ولا 500 كيلو، بس يحافظ على صحته، لانه لو قدر يحافظ على صحته بيقدر يحافظ على الاخرين. صحيح. وكلنا عندنا مسؤوليات، وكلنا في طريقه واخرى نقدر نرد الجميل للدوله، بس اهم شيء انك تحافظ على صحتك عشان تروم ترد الجميل.
أحسن دكتور، هذه رسالة جميلة، وهذا تختزل البرنامج اللي نحن نقدمه بشكل كبير في أن الواحد يحافظ على صحته. دكتور خالد جمال سند السويدي، المدير التنفيذي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأيضا رياضي ماراثوني، نتمنى لك التوفيق دكتور، وإن شاء الله نحن نحاول نتابع معاك رحلتك إذا حصلنا فرصة أن نحن نكلمك خلال. لا تليفوني عندي وانا ادري كم مره اتكلم في التليفون، يعني شيء صاير شيء عادي عندي. جميل عيل، نحن ما نتصل فيك اثناء الرحله كذلك، وما نطمن عليك وعلى اخبارك، وان شاء الله يا رب يعني نرفع من عزيمتك في اكمال هذه الرحله. شكرا جزيلا لك دكتور. مشكور، ما قصرت. شكرا. اذا مستمعينا، كانت هذه شخصيه اماراتيه يعني تعطينا الدافع والإلهام نحو أن ما في شيء مستحيل، كما يقول سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله، يقول المستحيل وجهة نظر. موضوع راجع لك، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن يعني استعرضنا تجربة أحد الشباب الإماراتيين، تجربة ملهمة حقيقة في كل تفاصيلها، عملية أن الواحد يتبع مثل هذا النظام الصحي من شخص كان وزنه 126 جرام، اليوم 72، ولكن 72 لا عمليات لا شيء ولا هم يحزنون. رياضة مع أكل صحي واستمرار بالرياضة، يمكن صار لدرجة أن الرياضة صارت إدمان مش أسلوب حياة بعد. استغل هذه المسألة واستغل هذه العزيمة والإصرار في أهداف نبيلة. كم شخص منا ممكن أن يسوي هذا الشيء؟ أقولكم ما في شيء مستحيل. عموما معانا مداخلة. عبد الوهاب، صباح الخير عبد الوهاب. السلام عليكم، كيف حالك؟ حالك. سمعت سالفة خالد السويدي؟ اي نعم، الله يعطيكم الصحة والعافية ويعطي الصحة والعافية، ان شاء الله يعني الله يقدرنا بعد نحن نكون من يعني من التجربه ماله، نشجع وناخذ لنا بعد قسم من هالجري يعني ان شاء الله تعالى. تفضل يا عبد. نحييك ونحيي طاقم العمل ونحيي المستمعين، ونتمنى لهم كل خير والسعاده والتوفيق. تتكلمون عن الشاي وعن يعني اخ محمود، يعني في بعض التجارب تتم في اوروبا، لان الجو عندهم بارد غير عن الجو مالنا. نحن بعد في عندنا وايد أشياء ممكن تساعد، يعني نحن برد مالنا ما يقارن ببرد أوروبا وهالأماكن يعني، لكن نحن عندنا وايد وسائل يعني دائما نحن نتكلم عنها يعني، وفي نفس الوقت موجودة في أشياء يعني جديدة نزلت في السوق، مثل الشاي ما بجيب أسامي، أنا ما عندي أي مصلحة يعني. لا أتكلم عن المصدر نفسه يعني. إيه بس يعني الشاي اللي عندنا انواع مختلفه، انا ما بصحب يا الشاي الاخضر على فكره يعني. بس في انواع مختلفه من الشاي، وفي خلطات نازله يعني مثل الشاي بودره صبه وصب عليها ماي حار تضربها فيها ينسون، وفيها هني بغيث شو يقول الاسود عبد الوهاب، بغيث يقول درجات الشاي الابيض، فالابيض ثم الاحمر وهم من شجره واحده. زين ما محمود، بخليك تضحك شويه. انت جربت الشاي العراقي، الخلطه العراقيه؟ لا شقا، ما جربنا بعد، كل شيء جربنا. اذا جربت الشاي العراقي بتقول ما بقى شاي ثاني بعد يعني، وخاصه بعد نفس الشاي اذا حطيته في الاستكان اختلف طعمه يوم بتحطه في الكوب الورقي ولا الكوب الفوم هذا اللي شو اسمه الفلين يعني. فانا تعودت عليه 10 سنوات انا وياهم هناك. شربت الكشري مال شو اسمه، الكشري شربته؟ لا كشري بعد، كان عندي مدرس هناك استاذ في الجامعه، كنت ادرس من مصر، وكنت اروح عنده هناك بالليل واشرب شاي الثقيل ماله مثل الدبس هذا. هذا شاي، انا تعودت على الشاي الثقيل يعني،
أي شيء خفيف ما يصلح لي. وبعدين ما بطول عليك محمود، يعني نقول إنه يعني تختلف المنطقة. يعني إحنا الحمد لله، يعني أنا أقول بسم الله ما شاء الله، أنا من النوع اللي نادر ما يصير عندي إنفلونزا. متبع النظام، ما أقدر أقول أخاف تقول لي بعد ما يوالم حد ولا شيء وابتلش بعد. يعني إذا تبغى تحت الهواء بعطيك تفاصيل. كلمني تحت الهواء بتشكرني، بتقول تعال خلنا بنعطيك نسبة من هالنظرية مالك. يعني زين، لا تشوف أنا بس هذا ما أريد أطول عليك وأخذ من وقت البرنامج. بس أنا عندي طرق يعني جدا مفيدة، وإذا حد يريد أنا تحت الهواء أقدر أتكلم وياك، ما أريد أخذ ولا أسوي دعاية حق حد يعني، ولا حق نفسي بعد يعني. تسلم يا عبد الوهاب، أتمنى الصحة والعافية والخير والسعادة للجميع. دائما تسعدنا يا عبد الوهاب بمداخلاتك الجميلة والإيجابية. على تحت الفرصة، شكرا جزيلا. شكرا عزيزي. إذن يعني حد يسأل يقول هل يعتبر الشاي المغربي شاي أخضر؟ أنا أشوفه شاي أخضر. في أعشاب بعد، شو يحطوا له، النعناع أظني، ولا مو بنعناع، شو يسمونه، إيه شاي أخضر، وفي شيء بعد يحطوا له ما أدري، بس هو زين، شاي مغربي زين. أنا من هواة الشاي المغربي أكثر من أي نوع آخر. ولكن في، والله يا جماعة الخير، كنت في غينيا، نسيت اسم النبتة هذه، تي مثل يعني وردة شي بيضة، ما أعرف شو، شاي هو، مو بالبابونج، لا شيء ثاني. سبحان الله، حاطين حتى يوم أقرأ هذا في الفندق، أقرأ الستيكر على الشاي، يقول إنه تأخذه على أساس إنك أنت إذا تبغي ترتاح وتنام. الله وكيلك، أنا أشرب منها انزين، ما كمل 5 دقائق نايم نوم جميل، ونش الصبح اول واحد ناش في الوفد. انزين ما اتذكر اسم النبته والله، حد قال لي اسمها بعد نسيت، كنت ابغى اشتري منها بس ما حصلت وقت بعد. المهم هذا كان يحطوا لنا من الضيافه في الفندق. نزلت من هذا التريق في الوفد، حتى كل واحد جاي تعبان ولا كذا، شو بلاك، والله ما عرفنا نرقد، ما عرفنا كذا، يمكن المسافة بعيدة أصلا، الرحلة كانت متعبة. نزلنا ترانزيت في السنغال يمكن، ومن السنغال عقب طلعنا على غينيا. الشاهد وين، عطيتهم السر، لأن الحمد لله كم أسبوع كنا ياسين هناك، فقلت لهم هذا اللي حاطي لكم، قال الشاي هذا يصحصح، قلت لهم لا هذا شربوه زين. الله أكيد كل يوم الثاني يدعوني كلهم، ونوع من الشاي عشبة ما أدري شو. سبحان الله، بس بغيت أشتري منه والله، لأن استغربت قدرة هذه النبتة على أنها تعطيك شيء يعني ريلاكسنج وترتاح وتنام. صارت عندي يعني يوميا انا قبل لا ارقد اشرب هذا الشاي، وطعمه جميل حتى. سبحان الله، الشاي زين، بس لا تكثرون، ودائما واحد اذا بيكثر من اي شيء بيضره، خير شر، بتاكل اي شيء بيضرك، كثروا من الماي زين، الماي شو اسمه ما يضر، مع انه يقولون بعد في دراسات الحين حتى كثرة الماي ممكن تضر، ولكن انت خلك يعني في الوسط، نحن ديننا دين وسطية، الواحد يمشي على الوسط، لا ضرر ولا ضرار. طيب البارحة قلنا دقيقة زي، بس بتكلم عن منتدى دبي الصحي، ما خليتنا نتكلم عن، خليتنا في الشاي وعبد الوهاب خذانا في الشاي، نسينا منتدى دبي الصحي. على السريع، البارحة تم اختتام فعاليات منتدى دبي الصحي، هذا المنتدى اللي أقيم برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. المنتدى
طرح 7 محاور أساسية وغطيناها يعني من خلال برنامجنا بشكل كبير، اللي هي صحة الأسرة والمجتمع، القوى البشرية العاملة في مجال الصحة، الرعاية الصحية اللي تركز على المريض، الصحة العامة، الاقتصاد المستدام، التكنولوجيا والابتكارات، الشباب والرعاية الصحية والاستثمار في جيل الشباب. من الأمور الجميلة يعني تم إعلان 3 مبادرات اللي بتترشح للفوز ضمن هاكاثون دبي الصحي. كانت يعني تجربة جميلة، شفنا الشباب ما شاء الله عليهم، يعني حتى لدرجة أنه واحد من اللي ترشحوا والفائزين يذكرون اسمه، ما يعني ليه ما طلع على هذا، اكتشفنا أنه من التوتر اللي عنده يعني كان وانتم كرام سهر الحمام يرجع، وصغير في السن 13 سنة عنده شركته الخاصة. شو رأيكم؟ ولد صغير في السن عنده شركة خاصة فيه هو في مجال الاي تي، 13 سنة عمره. هذا واحد من المرشحين. الهاكاثون كانت فكرة الأساسية أنه يطرح التجارب والحلول المتصلة برعاية أصحاب الهمم والقضايا اللي تهم هذه الفئة في المجتمع. ما شاء الله عليهم 30 ساعة استمروا في العمل، وكان الهاكاثون لأول مرة على مستوى القطاع الصحي في الدولة يكون في هاكاثون صحي في هذا المجال. عموما نحن من نتناول كل المواضيع الخاصة بهذا الهاكاثون واللي التجارب اللي تم اختيارها ضمن لجان التحكيم في الحلقات القادمة بإذن الله. أول ما تتوفر عندنا إن شاء الله كل الإحصائيات والأرقام عن المنتدى بعد كذلك مطرحها لكم. وصلنا لختام حلقتنا، شكرا لك أحمد سلامة كان معنا في التنسيق، شكرا للزميلة نور نزال على إعداد هذه الحلقة، كل الشكر لمخرجنا أيمن سرحيل، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقات ومواضيع جديدة. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.